طيب استاذ سامح، يمكن احنا كنا لسه بنسال تيمور وفوزي دلوقتي عن رد فعلهم اول لما عرفوا انه الفيلم خلاص شارك في مهرجان كان، وانت تقريبا كنت اول حد يستقبل الخبر. كنت متوقع ولا كنت بتبعت بتجرب الحظ هيعمل ايه ولا ايه؟ احكي لنا. لا هو الموضوع في الاخر احنا طبعا نسبة حظ كبيرة جدا، لان الفيلم حتى كان مخلصش كاملا لما بعتناه من ناحية الصوت والصورة، فطبعا كان فيها مخاطرة كبيرة، بس كان عندنا امل بقى يعني. طبعا كنا سعداء جدا بالمفاجأة، بس هي جت على زي ما تقولي درجات يعني. ان احنا تم احتمال ان احنا شورت ليست، وبعد كده قربنا شوية وقربنا شوية، فالموضوع كان على مراحل. فاهماني؟ طب سامح، دلوقتي كان تيمور بيقول لنا قبل يعني ما الفيلم يتم اشتراكه في المسابقه الرسميه لمهرجان كان الافلام القصيره، يعني قال ان هو كان متوقع ان هو الفيلم هيشارك في مهرجان كان، وده كان يعني رؤيته في البدايه خالص. انت برضو كنت متوقع ده وكنت شايف ان الفيلم هيشارك في مهرجان؟ تيمور كان عنده ايمان كامل، بس يمكن انا كان عندي شكوك يعني، مش عشان الفيلم ذات نفسه، بس شكوك طبيعيه، لان في الطبيعي انت بتشارك يعني بتنافس 4000 فيلم، فنسبة انك يتم اختيارك ده صعب جدا. فهي مخاطرة، احنا بنعمل اكتر حاجة بنقدر عليها، بس في الاخر هي مخاطرة يعني. طيب فكرة الوصول عامة للمشاركة في مهرجان بتكون اكيد حاجة مهمة جدا لكل صناع اي عمل. لو مهرجان بقى زي كان، هل ده بيمثل حاجة مختلفة عندك كمخرج او كصانع لفيلم؟ بصراحة اعتقد مهرجان كان بالنسبة لي او بالنسبة لاغلب العاملين السينما، هو مهرجان يعني من اقدم المهرجانات، وقدم لنا مخرجين وافلام كلنا تأثرنا بيها، فاعتقد هو بيمثل حاجه كبيره جدا ان انا اشارك فيلم فيه. عظيم جدا.